السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين. هاد لاكلي دو كونتاكت هادي عمرها ولا تتنحى من الكونتاكت بمجرد ما تشغل المحرك، ما تتنزعش هادي حتى توقف السيارة نهائيا، طفي المحرك باش تنحى لاكلي هادي. اما بمجرد ما تشغل المحرك لاكلي هادي لا يسمح ابدا نزعوها. وعلاش ما تتنحاش لاكلي هادي؟ خاطر لو سيستيم تاع البلوكاج تاع لا ديريكسيون يمشي بها. عندما تكون مفتاح لاكلي بهذا الشكل لا ديريكسيون الي ليبر، راهي ليبيري بالمفتاح هذا بالذات. اذا ما فيها لا نسيي لا مغامره لا مجازفه. سياره تمشي ولا متوقفه الموتور يتحرك، موتور مشتغل، تنحي المفتاح. ما تنحاش المفتاح خاصه وكي تكونوا في الطريق، ما يتنحاش، لن ينزع المفتاح هذا. هذا المفتاح ما خدموهش باش يتنزع. ما تقوليش نسيي وقيله ما يسراول، ما تقوليش تسيي تنحي المفتاح جيت براكي لا ديريكسيون تاعك تبلوكا لا ديريكسيون. اذا ما يتنحاش كامل. تدخل المفتاح تاعك للتشغيل، يقعد المفتاح تاعك حتى توقف المحرك تاعك باش يتنحى المفتاح. ما تسييش ابدا 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 ابدا. خاطر لو كان تنحي المفتاح والمحرك يقعد مشتعل بلا ما تطفي تبلوكا لا ديريكسيون. فلربما في السيارات الجدد فلربما فيها سيستم، يكون فيها سيستم تنحي المفتاح بلاك يطفى المحرك، بلاك يطفى المحرك تنحي المفتاح. بصح المهم رانا ننصحوا في المبتدئين في علم السياقة أنه المفتاح هذاك ما دام شغلت المحرك ممنوع منعا بتا نزع المفتاح بور دي ريزون سيكوريتي. عمرك لا تنحي المفتاح والسيارة مشتعلة ابدا 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 ابدا. ما تسيي ما تغامر ما تجازف ما حتى حاجة. ايا على خير، في امل الله، نتلاقى في ساعة الخير ان شاء الله. صحيح.